انا مع القوش انا انا والله ما معي. بالنسبه لكم شنو كتعتبروا الزواج؟ مسؤوليه قلتها وكنعاود نقولها، مسؤوليه الزواج، مسؤوليه اخويا الزواج مسؤوليه، ولكن الا قلتها عاوتاني غنعاود نقولها فاش فاش كتنوي الحلال الله كيسخر لك. احنا ما تزوجناش باش نديروا الخواجه من لوحه في فيسبوك اللي غاد ليه نقولوا باللي تفارقنا ولا شي مشكل طرا بيناتنا. مزرعه ما عنديش مشكل بقى نتسنى الدريات، ما عنديش مشكل البنات. عطايش بدنا الصداع هذا والله. لا عندي مشكل كبير. لا لا تاخذ راحتك، يكون شي حاجه عاديه ومحترمه بيس تاخذ راحتها. بالعكس راه من هنا قدام تقدر تكون خدمتها هذه هي التمثيل ولا شي حاجه، ما تعرف شنو كاين. والله يسهل عليها. كيفاش كان بوزارة شويه راجل بودي قبيح شويه؟ لا بالعكس. هو فاش كيتعصب كيولي بلدي كيف ما قلتي. ولكن ماشي معايا هو بحال ما هكا. خويا انا لا نجاوبك على هاد البلدي ما تخلينيش دوزنيش اخويا على الغفله. دابا انايا الوليد قاصح شويه كنشوفو قاصح، يعني انا فاش كبرت كنشوف داك قاصح، ولكن زعما ماشي قاصح بهذيك المعنى ديال يعني كيضرب الوالده وهذه 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 وهذه، قاصح يعني مزير. الوالده خصك تكون محترمه دير الزيف هذه محتار، انا تربيت بحال هكا يعني انا قاصح مع شويه، وكيفاش كنكون انا وياك بيس دير اللي بغاش تاخذ راحتها. كلمه اخيره من شوف كاميرا كلمه اخيره. كنشكر منبر تما على المجهودات ديالهم وجو عندنا ورحبوا بنا، ترحب بهم بعد الجنه، وشكرا لكم بزاف، وشكرا تحيه للناس اللي متبعيني الجمهور ديال حسن غونزاليس كنبغي لكم بزاف، ونخلي كلمه لفاتي الزاهري غونزاليس. علاش كتضحك عليه؟ حتى انا كنشكركم حيت استضفتونا ونتمنى نكونوا خفيفين على قلوبكم وشكرا. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.